اليوم رح نكمل، رح نتكلم عن الجلايكوجين ستورج ديزيزز. لاحظ في عندي اس الجمع، معنات اس الجمع انه في عندي انواع، هدول الانواع كلياتهم تجمعهم مصطلح امراض تخزين الجلايكوجين. فاذا رح نتعرف على عدد من الامراض. They are a group of genetic diseases، يعني امراض جينية وراثية. سبب هذه الامراض بالمجمل in general deficiency أو defect in the enzymes that are needed for synthesis or enzymes that are needed for degradation. بعض هاي الأمراض بكون سببها defect في إنزيم تصنيعي للجلايكوجين. بعض الأمراض الأخرى اللي رح نذكرها بكون عندها defect في إنزيمات التحطيم. Okay, so there are a group of genetic diseases result from a defect in enzyme that is either needed for synthesis or degradation of glycogen. Now, in general, بعض هاي الأمراض كمان ممكن فقط single tissue يكون متأثر. نتيجة هذا المرض فقط tissue بحد ذاته، نسيج بحد ذاته يكون متأثر، زي الليفر مثلا، أو فقط المسل متأثرة، بينما باقي الأعضاء normal طبيعية. بعض هذه الأمراض بتكون more generalized، بتكون فيها أكثر من عضو متأثر في الجسم. فمثلا بعض هاي الأمراض بتأثر على الكبد والكلية والكدني والمصل والانتستين والقلب. فإذا بعض هذه الأمراض ممكن يكون just one organ affected، okay، متأثر. والبعض الآخر، بعض هاي الأمراض بيكون لا more than one organ، more generalized، يعني عام أكثر في الجسم بحيث أكثر من عضو متأثر زي اللي مذكور أمامك. قديش حدية المرض the severity of that disease تتراوح. بعض الأمراض بتكون fatal في مرحلة الطفولة أو الانفانسي، يعني في مرحلة الانفانت، في مرحلة المواليد. يعني بعض هاي الأمراض بتخلي الإنسان يموت وهو مولود جديد، مولود صغير. والبعض الآخر بكون very mild، بتكون كتير خفيفة بحيث إنها ما بتهدد الحياة، not life threatening. فهي عبارة عن مجموعة من الأمراض اللي بيجمعها إنها أمراض وراثية فيها نقص في إنزيمات التصنيع أو التحطيم للجلايكوجين، ممكن يتأثر على عضو معين أو عدد من الأعضاء. حديتها بتتراوح من إنها تكون قاتلة إلى إنها تكون very mild، كتير خفيفة. أمامي على اللوح أربعة منهم، مع إنه هم أكثر من هيك. الكتاب كتير بيركز أكثر على الأمراض اللي لها علاقة بتحطيم الجلايكوجين، يعني glycogen storage disease that comes from a deficiency in glycogen degradation. عندنا أربعة على اللوح، أربع مربعات بيض. نحن رح نشرح مربعين، رح نشرح مرضين والباقي عليك. أوكي، رح أشرح النوع الخامس وراح أشرح النوع الأول. نبدأ بالنوع الخامس، وخلينا أكبر اللوحة شوي. واضح إن النوع الخامس تايب خمسة، سبب النوع الخامس من المرض سببه نقص في أي إنزيم، في الإنزيم الأساسي اللي تحطم الجلايكوجين اللي اسمه جلايكوجين فوسفورايليز. أهم إنزيم، الإنزيم الأساسي جلايكوجين فوسفورايليز، هذا النوع بنسميه النوع الخامس. أوكي، سببه ديفكت إن جلايكوجين فوسفورايليز إنزيم إن ذا muscle. أوكي، سببه إذا ديفكت أو خلل في الجلايكوجين فوسفورايليز. الصورة، أي صورة؟ الصورة العضلية. إحنا حكينا قبل هيك إنه في عنا صورتين من هذا الإنزيم، صورة عضلية وصورة في الكبد والكلية. فتايب خمسة سببه خلل في الصورة العضلية لهذا الإنزيم جلايكوجين فوسفورايليز إن ذا ماسل. تايب خمسة له اسم تاني، هذا المرض اسمه ميكاردل سيندروم، متلازمة ميكاردل. سو إما بيجيك السؤال بحكي لك النوع الخامس من المرض كذا وكذا، أو بيجيك السؤال ميكاردل سيندروم كذا وكذا، كليهما نفس المفهوم. أوكي، طالما النسخة العضلية هي اللي متأثرة، معناته هل تتوقع هذا المرض يكون generalized أو specified in a certain tissue؟
متخصص يا مين رح يتأثر في جسمك من في هذا المفصل. المرض؟ يا اللي هو السكيليتال ماسل، العضلات الهيكلية. لاحظ سكيليتال ماسل affected while liver enzymes are normal. الليفر ما راح تتأثر، فقط المصل راح تتأثر. طيب الجلايكوجين فوسفوريلاز بإيش بخدم العضلة؟ بخدمها بتكسير الجلايكوجين لما نعمل اكسرسايز، خصوصا لما نعمل سترينس اكسرسايز. طيب لما يكون أنا عندي ديفكت في هذا الإنزيم في العضلات، معناته after exercise or during exercise، هل أنا بقدر أكسر الجلايكوجين العضلي عشان أستفيد منه؟ الجواب لا لا. طيب طالما ما في جلايكوجين ديجريديشن، يعني ما في جلوكوز جاي من الجلايكوجين ديجريديشن، معناته كمية الطاقة قليلة في العضلات، معناته الإنسان بيشعر بضعف في هاي العضلة، weakness، temporary weakness after exercise. مو بس ضعف، كمان بيشعر بكرامبس، cramping of the skeletal muscle. So إذا هذا الإنسان عمل exercise وخصوصا strenuous exercise، لأن السترينس اكسرسايز بيعتمد على الجلايكوجين العضلي، وانت هذا الانزيم ما بيشتغل عندك، سو انت شو رح تحس؟ رح تحس بويكنس اند كرامب ان يور سكيليتال ماسل. اوكي، هل مستوى السكر في الدم رح يتأثر لأن العضلات تحطيم الجلايكوجين فيها متأثر؟ مستوى لا، لأنه السكر، أصلاً العضلات كانت أنانية، ما بتأثر على اي السكر الدم. صح. فإذا لو بدي أجي أحسب نسبة السكر في الدم لهذا البني آدم، أوكي بحس إنها طبيعية ما فيها مشكلة، أوكي ما في مشكلة عادي، مشكلة بس بالعضلات، الكبد مش متأثر، أوكي. فإذا نورمال بلاد جلوكوز، نورمال بلاد جلوكوز. وإذا كان مستوى السكر طبيعي، هل تتوقع إنه دماغك يتأثر؟ لا التطور الدماغي الإنسان ممكن يتأثر؟ هل النمو لهذا الإنسان ممكن يتأثر؟ طب مستوى السكر طبيعي؟ لا، زي ما حكيت زميلتك، لا كل شيء طبيعي. سو لاحظ شو كاتب، normal mental development، يعني تطور طبيعي للدماغ، تطور طبيعي للجسم والنمو، لأن مستوى السكر عادي ما فيش فيه إشي، المشكلة بس في العضلات وليست في الكبد. أوكي طيب، أيضا مما يلاحظ إنه هذا الإنسان لما بيعمل strenuous exercise، المفروض لو إنه كان إنسان طبيعي شو يصير في حامض اللبن؟ زيد تركيز حامض اللبن في الدم، صح ولا لا؟ إذا أنت إنسان طبيعي وبتعمل إكسرسايز حامي، مفروض حامض اللبن يزيد في الدم. لكن هذا الإنسان المريض لما كان يعمل سترينس إكسرسايز، كنا شو نشوف؟ كنا نشوف نو رايس ان بلود لاكتيت، إنه مستوى حامض اللبن ما عم بيزيد، مع إنه عم بيعمل سترينس إكسرسايز. أنا بعرف لازم يزيد، بس هذا الإنسان المريض لاكتيك أسيد ما بيزيد عنده لما يعمل تمرين حامي، تمرين عالي الشدة. ليه طيب؟ لأنه أصلاً إحنا ما بنكسر الجلايكوجين إلى جلوكوزز عشان نستفيد من هاي الجلوكوزز في الآن إيروبيك جلايكولوسيز، أوكي؟ لأنه من الأساس إحنا مش عم ننتج جلوكوز من تحطيم الجلايكوجين، عشان ناخذ هاي الجلوكوز ونحولها لحامض لبن أثناء هذا التمرين. سو بالتالي إنه رايس إن بلاد لاكتيت، هذا الإشي طبيعي. طيب لنفترض إنه أنت استمريت في الإكسرسايز رغم الآلام والضعف، استمريت في الإكسرسايز، شو بتتوقع يصير في العضلة؟ بتوقع إنها تتحطم، أوكي؟ سو هذه هي العضلات، ولكن إذا أنا استمريت في الإكسرسايز فبتوقع إنها تتحطم، تفتح العضلة، الخلية العضلية السيل ممبرين تبعها يتكسر. أوكي، لما تتكسر الخلية مش كل مكوناتها محتوياتها بتخرج للدم، صح ولا لا؟ مظبوط؟ صحيح. تمام. في عندنا مكنونة موجودة أو في محتوى في العضلات مش موجود في غيرها من الخلايا، هذا المحتوى اسمه، اللي نكتب لك اسمه، اسمه مايو. مايو يعني عضلي، مايوغلوبين. هذا المايوغلوبين عبارة عن بروتين موجود فقط في العضلات، في داخل الخلايا العضلية. هذا المايوغلوبين مسؤول عن نقل الأكسجين في داخل الخلية العضلية، مش زي الهيموغلوبين. الهيموغلوبين
بينقل الأكسجين في الجسم، بينما الميوغلوبين هو بروتين ينقل الأكسجين في داخل الميو، في داخل المصل. موجود وين؟ موجود في داخل الخلية العضلية. طب ما بالك لو انكسرت هاي الخلية العضلية؟ مش الميوغلوبين بيطلع للدم؟ صح ولا لا؟ صح. هل المفروض إذا أنت إنسان طبيعي ألاقي ميوغلوبين موجود في الدم؟ لا، لا لأنه الميوغلوبين لازم يكون في داخل خلية العضلات مش برا. فإذا أنا بشوفه في الدم بعرف أنه خلاياك العضلية قاعدة عم تتكسر، قاعدة عم تتكسر وكل محتوياتها عم تخرج لبرا. طيب أنت استمريت في التمرين فخلية العضلية انكسرت، لذلك الميوغلوبين رح يظهر معاي في الدم. لاحظ ميوغلوبين إيميا. إيش يعني إيميا؟ إيميا يعني، تعرف إيش يعني إيميا؟ ماخذين مصطلحات. أنيميا ولا لا؟ إيميا يعني دم. أوكي، لما تجد كلمة إيميا في المصطلح معناته نحن بنحكي عن الدم. ما الشيء الموجود في الدم؟ هو ما يسبق كلمة إيميا. شو بيسبق كلمة إيميا؟ مايوغلوبين. مايوغلوبين. يا لاحظ إذا مايوغلوبين إيميا، إيميا دم، وأبيها مايوغلوبين تصبح مايوغلوبينيميا، وجود المايوغلوبين في الدم. ليه؟ لأن العضلات انكسرت. أوكي، مش هذا الدم بده يروح للكلية؟ في الكلية بيتصفى هذا الدم، لما نيجي نحن نصفيه رح يطلع في البول. رح يطلع مين في البول؟ رح يطلع البروتين. شو اسمه هذا البروتين قلنا؟ مايوغلوبين مايوغلوبين. إذا لاحظ المصطلح التالي اللي بعده، مايوغلوبين مايوغلوبين يوريا يوريا. إيش يعني يوريا؟ بول بول. ما الشيء الموجود في البول؟ ما يسبقه. شو يسبقه؟ كلمة مايوغلوبين. إذا مايوغلوبين يوريا. إذا انكسرت الخلايا، السكيلتال ماسل is broken. مايوغلوبين is found in the blood. بين قوسين مايوغلوبينيميا. And it is filtrate in the kidney. So بين قوسين مايوغلوبين يوريا. مايوغلوبين يوريا. إذا أنت إنسان طبيعي المفروض هدول الأشياء ما ألاقيها عندك. أوكي. أتوقع هذه الحالة تكون life threatening، إنه حياتك مهددة بالخطر وأنه ممكن تموت أو الوضع مميت، أم تعتبرها benign condition؟ benign بناين يعني benign. Yeah. So it's relatively benign condition. It's not life threatening، يعني حياتك مش مهددة بالخطر. كل اللي عليك تعمل أنك ما تعمل exercise. Okay. اللي عليك تسوي أنك ما تعمل strenuous exercise عشان العضلة ما تنأذي. Okay. طبعا هذا الموضوع مزمن، مرض مزمن. هذا المرض وراثي معك طول حياتك. So it's a chronic condition، شيء مزمن. أوكي. طيب تتوقع كمية الجلايكوجين في العضلات تكون normal أم higher than normal or lower than normal؟ اللي higher بيكون لأنه إنزيم higher ما yeah. في عندي تحطم. صح. So high level of glycogen in the muscle. طب تتوقع تركيب الجلايكوجين، هذا هو الجلايكوجين اللي راح يتراكم، هل تتوقع يكون تركيبه نورمال أو اب نورمال؟ يعني زي ما انت تعرفت عليه انه فيه برانشز والبرانشز طويلة شوي. نورمال راح يكون لأنه ما نو عنديش خلل في إنزيمات تكوينه. يا اذا الجلايكوجين المتراكم راح يكون نورمال ستراكشر زي ما انا تعلمت مع الدكتورة. برانش بوليمر، كل 8 حبات سكر بلاقي برانش، البرانش طويل مش قصير حبة ولا حبتين، أطول من هيك تقريبا يصل طوله إلى 8 حبات، وبعدين برد بلاقي كمان برانش وهكذا. So it's normal دكتورة. أوكي تمام. So هذا هو المرض اللي اسمه ميكاردل. ميكاردل على مين بيأثر؟ على المصل. أوكي ميكاردل ويؤثر على المصل. مصل ما تنسى. الكبد نورمال نورمال. طب أسأل سؤال أنا، طب شو رأيك لو كان في عندي مرض بيأثر على الجلايكوجين فوسفوريليز الصورة الكبدية وليس العضلية، هل تتوقع أنه مستوى السكر في الدم يكون طبيعي؟ لا راح يتأثر ساعتها. يا رح يتأثر during fed state ولا during fasting state؟ الفاستينج الفاستنج يعني أنا هذا الإنسان لما يجيني صايم وأنقص له مستوى السكر بلاقي إنه عنده انخفاض في مستوى السكر ولا ارتفاع؟ نسيت أنا.
انخفاض انخفاض. انخفاض so fasting hypoglycemia. So لاحظ آخر سطر deficiency of the liver isozyme، يعني إذا كانت المشكلة في الليفر glycogen phosphorylase this will cause another type of glycogen storage disease called type 6، وله اسم آخر اسمه هيرس disease. ميزة الهيرس disease إنه فيه fasting hypoglycemia ويكون عنده نسبة السكر قليلة إذا صام أو إذا امتنع عن الطعام. هذا الموضوع بيكون mild، يعني انخفاض في مستوى السكر بنسبة بسيطة mild. ليش؟ لأنه أنا مستويات السكر أو البلود جلوكوز sources تعرفنا عليهم there are three. أول شيء الأكل، مظبوط، وثاني إشي الجلايكوجين degradation in the liver and the kidney، وثالث إشي الجلوكو نيوجينيسيس. أنا لما جينيسيس. بصوم يا الدايت بيروح كمصدر ما بكون موجود، فبيصفي عندي الجلايكوجين والجلوكو نيوجينيسيس. هلا أنا في هيرس ديسيز، في هذا المرض إيش اللي تعطل عندي؟ هل تو باثوي تعطلوا جلايكوجين degradation لا بس والجلوكو؟ الجلايكوجين. إيه، فأنا خسرت واحد، ضل عندي مصدر اللي هو جلوكونيو جينيسيس. عشان هيك احنا بنحكي مايلد فاستنج هايبوغلايسيميا، ستيل لانه في عندي مصدر عم بمد الجلوكوز للدم. تمام، اوكي، نشوف المرض الثاني اللي راح انا اشرحه. هلا هذا المرض، بس قبل ما اروح على اللوح الثاني، هذا المرض انت بتقراه لوحدك وهذا المرض بتقراه لوحدك. اوكي، أنا راح أشرح المرض الثاني اللي يعتبر كمان دسم أو فيه معلومات كتير. لاحظ هذا المرض واضح أن سببه نقص أو deficiency in which enzyme in glucose 6 phosphatase. خليني أعطيك شوية معلومات عن هذا الإنزيم أو أذكرك فيه بالأحرى. هذا الإنزيم موجود في الـ SER، اوكي، وموجود فقط وحصريا وين؟ موجود in the liver and in the kidney. معناته مستحيل يكون المصل، مستحيل تكون المصل متأثرة، لأنه هذا الإنزيم أصلا مش عندها، مش موجود عندها. هذا الإنزيم شفناه قبل هيك في كم pathway؟ two pathways بالجلايكوجينيسيس. بالجلوكونيوجينيسيس، وين كمان؟ في الجلايكوجين degradation. جلايكوجينيسيس. Yeah. إذا هو موجود في two sources of blood glucose، في الجلوكونيوجينيسيس والجلايكوجين degradation، في كليهما. طيب الـ blood glucose sources مرة تانية هم زي ما حكينا ثلاث مصادر: الأكل، حلو، والجلايكوجين degradation، وإيش كمان؟ gluconeogenesis. أنت لما تكون صايم الدايت انعدم عندك، بضل عندك الجلايكوجين والجلوكونيوجينيسيس. لكن هذا الإنسان عنده مشكلة في إنزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز، اللي هو مشترك في الجلوكونيوجينيسيس والجلايكوجين degradation. معناته أنا شو سويت بهذا الشكل؟ عدمته. أثرت على two pathways. أنا أثرت على two pathway مش على pathway واحد، وبالتالي إذا هذا الإنسان صام كيف بكون مستوى السكر عنده؟ كثير قليل. كتير قليل، severe. لاحظي severe fasting hypoglycemia، إذا صام نسبة السكر كتير بتنزل severe، وأتوقع عرفتوا السبب. هلأ هل العضلات بتتأثر؟ لا، it affects the liver and the kidney، وعرفنا السبب ليش. طيب تتوقع كمية الجلايكوجين في الكبد والكلية تكون normal or higher than normal or lower than normal؟ higher than normal. Higher. Yeah, so the glycogen ك amount
يكون عالي increased glycogen amount، ولكن الستركشر تبعه بكون normal structure. طالما في عندي إشي عم بتخزن بكميات أعلى من الطبيعي، فهل تتوقع يكون الكبد متضخم أم الكبد حجمه طبيعي؟ متضخم. بالضبط. متضخم. والكلية بتتوقعها حجمها طبيعي أو عادي؟ شو رأيك الكلية؟ مش الكلية والكبد متأثرين، والجلايكوجين حكيتوا لي كميته كبيرة عندهم، سو هل تتوقعوا إنه يكون متضخمان التنين ولا لا؟ نفس الكبد متضخم. أيوة، إيش يعني كلمة متضخم في المصطلحات؟ ما أخذتوها لسه؟ أوكي، ميجالي. ميجالي، ميجالي يعني متضخم. مين المتضخم؟ رينو. إيش يعني رينو؟ يعني كلوي. سو بتصير رينو ميجالي، رينو ميجالي، تضخم في الكلية. طب وتضخم في الكبد؟ هيباتو. هيباتو إيش؟ هيباتو ميجالي. طبعا هون كاتب شحطة للدلالة على أنه ميجالي راجعة عليها. سو هيباتو ميجالي، رينو ميجالي، التنين بكونوا متضخمين لأنه في أشياء عم تتخزن بكميات كبيرة. أوكي، هلا لما الكبد يتضخم بصير عنده مشاكل، بصير عنده أمراض، progressive renal disease. لما مستوى السكر ينزل فعندي النمو بصير فيه تخلف أو إعاقة في نمو هذا الإنسان، growth retardation، لأنه مستوى السكر كتير مهم للنمو ومهم للوظائف العقلية. أوكي طيب، نكمل هلا بإشياء يمكن راح أشرحها بشكل بسيط عشان نفهم الباقي. هلا الجلوكوز 6 فوسفيت راح يتراكم، صح ولا لا؟ لأنه هذه الخطوة ما عم تمشي معي، هاي الخطوة في عليها بلوك، معناته الجلوكوز 6 فوسفيت في الكبد في الكلية عم بتراكموا، مش عارفة أستخدمهم أو أحولهم إلى جلوكوز. طب إيش ممكن أسوي في هذا المنتج المتراكم؟ راح نحول هذا المنتج إلى دهون، إلى ليبيد. إذا الجلوكوز فوسفيت المتراكمة أوكي رح تدخل في باثوي آخر اللي هو باثوي تصنيع الدهون، رح تصنع دهون. زي إيش من الدهون؟ زي تاج تراي أسل جليسرايد. أوكي، إيش أساوي في التراي أسل جليسرايد اللي كونته في الكبد؟ ما هو مصير الدهون اللي تصنع في الكبد؟ يطلع للدم. أيوة برافو، صحيح. جزء منه، خلينا نحكي، جزء من التاج بتخزن في الكبد أوكي، وجزء منه بيطلع لوين؟ جزء منه بيطلع للدم، للبلود. بس أنا مخزنة كتير تاج، أكتر من اللازم، لأنه أنا عندي مادة متراكمة، سو رح نخزن كميات أكبر من الطبيعي من تاج، كمان رح نطلع كميات أكبر من الطبيعي للدم. معناته الكبد محشر إيش؟ محشر بالدهون، إذا أيضا فاتي ليفر، كبد مليء بالدهون، كبد مدهن، مدهن فاتي ليفر. What about تركيز الدم، سوري تركيز الدهون في الدم، مرتفعة أم منخفضة مقارنة بالنورمال؟ مرتفعة رح تكون هايبر، هايبر، لاحظي هايبر، هايبر وات؟ ليبيد، هايبر ليبيد، وين؟ في إيميا الدم. إذا تصبح هايبر ليبيد إيميا، تصبح هايبر ليبيديميا، هايبر ليبيديميا. أوكي تمام، so fatty liver and hyper lipidemia. أوكي أيضا في عندنا كوري سايكل، إذا بتتذكروا كوري سايكل، في كوري سايكل شو كنا نسوي؟ كنا ناخذ حامض اللبن، من خلية منتجة إلى الكبد والكلية. أيوة إلى الكبد مثلا والكلية، طبعا ناخذ هذا الحامض شو نعمل فيه؟ نحوله إلى جلوكوز، مظبوط، نعمل له جلوكونيوجينيسيس، تتذكر. لكن إذا أنت ملاحظ في عندي خلل في إنزيم موجود وين؟ في الجلوكونيوجينيسيس، صح؟
يعني خلل في آخر خطوة، هاي الخطوة مسكرة، معناته شو بتتوقع إنه يصير في تركيز حامض اللبن في الدم؟ يزداد برضو. يزداد، لأنه الكبد والكلية مش عارفين يحولوه لجلوكوز لأنه آخر خطوة بلوكت، وبالتالي تركيزهم كمان في الدم رح يزيد. لاحظ شو كاتب الكتاب، مصطلح يدل على ارتفاع حامض اللبن: لاكتيك أسيد إيميا، لاكتيك أسيديميا، ارتفاع تركيز حامض اللبن. طيب ستيل ضل عندي بس آخر عرض، إذا حكيت لك هذه المعلومة، خلينا نمسح جزء من اللوح. إذا حكيت لك إنه كمية الفوسفات في الخلية كمية ثابتة، حاليا أنا حاشرة كل حبات الفوسفات في أي مركب، في مركب اسمه جلوكوز 6 فوسفات. إذا مرة تانية، كمية الفوسفات ثابتة في الخلية، ثابت، يعني لنفترض أنا عندي 10 جزيئات فوسفات حاليا، لأنه أنا هذا الإنزيم معطل، حاليا 10 جزيئات فوسفات محشورات. وين محشورات؟ في جلوكوز 6 فوسفيت. معناته إذا أنا بدي أجي أحول AMP إلى ATP، هل بقدر أسوي هذا الكلام؟ لا لا، 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 محشورات لأنه كل الفوسفات وين انحشر؟ في بالجلوكوز 6 جلوكوز فوسفات. 6 فوسفيت، وستيل أنا ما تعاملت معاه بالتعامل الصحيح، لسه ما أخذته ناحية تصنيع الدهون، ستيل في عندي حشرة هون أو ازدحام. سو تركيز AMP في الخلية شو بيصير فيها؟ بيرتفع أو بينزل؟ هايب بكل بصير هاي، يا بزيد تركيز AMP في الخلية، وفي المقابل ATP تركيزه شو بيصير فيه؟ بقل بكل. ليش؟ لأن دكتورة فوسفيت ماكو، فوسفيت محشور في الجلوكوز 6 فوسفيت وكميته ثابتة، يعني ما بقدر أصنعه. أوكي، دائما بعمل له ريسايكل أند ريوز، حاليا هو محشر في الجلوكوز 6 فوسفيت. طيب لما يرتفع تركيز AMP، هذا الكلام بشجع على أنه الأدينين، مش AMP فيها نيتروجين بيس اسمها أدينين، أدينين تتذكر الأدينين اللي هي من البيورينات، الأدينين هاي رح تدخل في طح في التحطم في باثوي تحطيمي، وتتحول إلى حامض اسمه حامض اليوريك، يوريك أسيد. أوكي، فإذا مرة تانية الـ AMP تركيزه بيزيد، فالجسم بيفهم إنه الأدينين النيتروجين بيس اللي اسمه أدينين تركيزه عالي، وكأنه الخلية ما بتحتاج لهذا التركيز، فبتبلش تحطم الأدينين إلى أن تصل إلى حامض اسمه حامض اليوريك. سامعين في حامض اليوريك في المدرسة أو حمض اليوريك؟ حامض اليوريك إذا ارتفع في الدم يعتبر ريسك فاكتور إنك تنصاب بمرض اسمه النقرس، سامعين في النقرس؟ صح. يا اللي هو بسموه داء الملوك. فإذا ارتفاع، مرة ثانية ارتفاع AMP لأنه ما فيش فوسفات عشان أحولها ل ATP، هذا الكلام بشجع على تكسير الأدينين إلى حامض اليوريك، وبصير عندي هايبر يوريسيميا، هايبر يوريسيميا، وارتفاع اليوريك أسيد في المستقبل ممكن يكون عامل خطر إنك أنت تنصاب بمرض النقرس. النقرس. إذا كانت هاي بالنسبة لنا أعراض نقص جلوكوز 6 فوسفاتيز اللي هو فقط موجود في الليفر اند كيدني. طب شو اسم المرض؟ انت حكيتي لنا عن الاعراض كلها بس ما سميتي لنا المرض. تعالوا نشوف اسم المرض سوا. هو النوع الاول تايب 1 ويدعى فون جيرك ديسيز. فون جيرك ديسيز. سو تايب 1 او فون جيرك ديسيز. اوكي، ما هو العلاج؟ تريتمنت، ما هو العلاج؟ هل تنصح بالصيام مبدئيا؟ هل تنصح هذا الإنسان بالصيام؟ لا أبدا، ممنوعة، إذا يمنع الصيام عنه. طيب خلال الليل، ما هو بكون نايم يا دكتورة، يعني ما تقريبا صايم في الليل 8 ساعات نوم، إذا شو لازم نسوي عشان نحافظ على مستوى السكر وهو نايم؟ جاستريك،
infusion of glucose، بينعطى جلوكوز اوكي عن طريق المعدة، infusion في المعدة، وهذا الكلام بكون في الليل. nocturnal، nocturnal يعني ليلي، ليليا كيف الليل. so ليليا نعطيه gastric infusion of glucose، أو نطلب منه إنه يتناول regularly بشكل مستمر corn starch غير مطبوخ، uncooked corn starch. starch والله لأنه مصدر جلوكوز. طب ليش uncooked؟ ليش لازم يكون غير مطبوخ؟ مشان الجلوكوز اللي فيه احنا بدنا نستفيد منه. طيب ما اعطينا شو مطبوخ، ايش معنى غير مطبوخ يعني؟ هلا uncooked يعني الستارش بضل محافظ على هيئة بوليمر، انا لما بعرض الستارش لحرارة شو بصير في البوليمر؟ ممكن ينكسر صح؟ الحرارة ممكن تكسر الستارش الى جلوكوزز، الى جلوكوزز. أما لما بيعطيه بشكل غير مطبوخ فالستارش بضله عامل بوليمر. مين اللي هضمه أسرع، الكوكد ستارش ولا الأنكوكد؟ الهضم، التكسير في الجهاز الهضمي لمين بكون أسرع، المطبوخ uncooked. غير الأنكوكد؟ وبالتالي مين امتصاصه أبطأ، أبطأ المطبوخ أو الغير مطبوخ؟ الغير مطبوخ. الغير مطبوخ أبطأ. فإذا اللي بمد الدم بسكر الجلوكوز بشكل مستمر على فترات زمنية أطول هو النشا الغير مطبوخ. أما لو أنت مثلا أكلت سكر بسيط أو أكلت بوليمر من السكر تحطم اللي هو الستارش المطبوخ، فالهضم بكون سريع والامتصاص بكون سريع، فبرتفع مستوى السكر بشكل عالي بسرعة. لكن لما تاخذ كربوهيدرات معقد غير مطبوخة فالهضم بكون بطيء والامتصاص كمان بكون بطيء، وبالتالي بنضلنا نحن على مستوى زمني أطول نمد الجسم بالسكر. وهذا الكلام بخلينا نعطي مقدمة لشهر رمضان، إنه من الأشياء اللي كويس إنك تتسحر فيها، تتسحر حلويات فيها سكريات بسيطة أم تتسحر كربوهيدرات معقد. كربوهيدرات معقدة. كربوهيدرات معقدة غير مطبوخة أفضل لإلك في السحور. ليه؟ لأن رح تمدك في السكر على مستوى زمني أطول، بينما السكر البسيط أو الكربوهيدرات المعقدة ولكن المطبوخة رح تمدك بالسكر على فترات زمنية بسيطة، لأن الامتصاص لها رح يكون جدا سريع لأنه الهضم سريع أيضا. تمام، وتحط أوكي. نحن هيك يا جماعة بنكون أنهينا تشابتر رقم 11، رح ندخل في التشابتر اللي بعده 11، إذن 12.